الرحلة MH370 والمصير المجهول ل239 راكبا. أهلا بكم مشاهدينا، مرحبا بكم مع فيديو جديد. اليوم سنتحدث عن حادثة تعد الأغرب في التاريخ في الطيران المدني. Greatest aviation mysteries of our time. Join me as we take a detailed look. MH370 رحلة الغموض والبحث المستمر. في تاريخ 8 مارس عام 2014 خرجت الرحلة MH370 من مطار كوالالمبور الدولي في ماليزيا في رحلة متجهة إلى بكين الصين، ولكن ما لبثت أن اختفت عن الرادارات والأنظمة الإلكترونية بعد مرور ساعة فقط من إقلاعها. بدأت حينها واحدة من أكبر عمليات البحث والإنقاذ في تاريخ الطيران المدني. اختفاء الرحلة MH370 أثار تساؤلات واسعة النطاق وتكهنات كثيرة حول مصير الطائرة وأسباب اختفائها. تحليلات أولية أشارت إلى احتمالية تحطمها في المحيط الهندي، لكن البحث لم يجلب أي دليل قاطع. للذكر، الطائرة هي من نوع بوينغ 777. انطلقت فرق البحث الدولية في جهود مكثفة للعثور على الطائرة وركابها. شمل البحث مناطق شاسعة في المحيط الهندي، واستخدمت تقنيات متطورة من ضمنها الأقمار الصناعية والغواصات البحرية. بعد تأكد فقدان الرحلة MH370، اتخذت الحكومة الماليزية سلسلة من الإجراءات للتعامل مع الحادث. قامت بتشكيل فريق متخصص للتحقيق في اختفاء الرحلة. شمل الفريق خبراء في مجال الطيران المدني، الأمن والتقنية. عملت الحكومة الماليزية على تعزيز التعاون مع الدول الأخرى والوكالات الدولية المعنية مثل الولايات المتحدة، أستراليا والصين لتنسيق الجهود في البحث والإنقاذ. وقامت أيضا بتوفير المعلومات والتحديثات المستمرة للعامة ووسائل الإعلام حول تطورات عمليات البحث والإنقاذ. أيضا عملت على تقديم الدعم والمساعدة لأسر الركاب المفقودين، بما في ذلك توفير المعلومات والدعم النفسي والاجتماعي. بعد مرور الوقت، قدمت الحكومة الماليزية تقاريرا دورية حول تطورات التحقيق ونتائجه، وذلك للشفافية والتوضيح للرأي العام. بعد مرور سنوات، لم يتم العثور على أي أدلة تثبت مصير الطائرة. إلى اليوم تبقى التكهنات والنظريات متنوعة، بما في ذلك فرضية الاختطاف أو التدخل البشري. أثارت حادثة اختفاء الرحلة MH370 صدمة عالمية، وأثرت بشكل كبير على أقارب الركاب والعامة. وبقيت هذه الحادثة واحدة من أكبر الألغاز وأكثرها غموضا في تاريخ الطيران. رغم مرور السنوات، لا زال البحث مستمرا عن الطائرة المفقودة، ومع كل عام يزداد الأمل في العثور على إجابات تكشف الحقيقة وراء اختفائها. تظل حادثة اختفاء الرحلة MH370 مصدر تساؤلات وتأملات للعالم، مما يجعلها واحدة من الأحداث الأكثر غموضا وتأثيرا ليس في تاريخ الطيران المدني الحديث فقط، بل في تاريخ البشرية أيضا. بالرغم من جهود البحث الشاملة، إلا أن الحطام أو أي دليل مادي يتعلق بالرحلة MH370 لم يتم العثور عليه حتى الآن. رغم استمرار الجهود في البحث والتحقيق، فإن البحث في منطقة المحيط الهندي لم يسفر على العثور على أي دليل يمكن أن يؤكد مصير الطائرة بشكل قاطع. تم العثور على بعض القطع المنفصلة في السنوات اللاحقة لاختفاء الرحلة، ولكن لم يتم تأكيد أنها تعود للرحلة MH370 بشكل نهائي. وقد تم تحليل هذه القطع وفحصها بعناية، لكن لم يتم التوصل إلى نتائج نهائية تؤكد ارتباطها بالرحلة المفقودة. ليبقى السؤال مطروحا، ما الذي حدث للرحلة MH370؟ وما مصير 239 من ركابها؟